السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انتوا يا ابني اللي عاملين البلاغ؟ اه يا فندم. ايه الحكايه؟ اهو ابو الطفل اهو يا فندم مش عايز يعترف بيه. اه مش عايز يعترف بالطفل. ايوه يا باشا. اه اسمه ايه؟ اهو كل حاجه مكتوبه. انت يا ابني عمر محمد اسامه؟ ايوه انا عمر محمد. مش عايز تعترف بالطفل ليه يا ابني؟ مش ابني حضرتك. مش ابنك؟ لا مش ابنك. مش ابني. مش ابنك. مش ابني. مش ابنك. مش ابني والله. فين بطاقتك؟ مع البطاقة. اه بطاقة. بطاقتي يا ابني حد يا ابني يتمنى ضفر طفل زي ده؟ وريني يا ابني. اتفضل. اندري مين اندري مين اندري مين. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك انا مش ابوه. مش ابوه. شوفوا مين ابوه حضرتك. شوفوا مين ابوه. ايوه شوفوا ابوه. شوفوا مين ابوه. ايه ده؟ ايوه تمام. كل حاجة في الأوراق الرسمية يا باشا. عمر محمد أسامة. ايوه. اه. انت والد الطفل محمد عمر محمد أسامة؟ انتوا سميتوه؟ سميتوه؟ ما وضع طبيعي. سميناه على اسم جده. وانت ايه خالته؟ سميه على اسم جده؟ انت مش عايز تسمي ابنك كمان على اسم جده؟ لا. ايه العقوق ده يا؟ عقوق ايه؟ انت ليه عق ده يا؟ يا انت ليه عق؟ عق العقوق. ايه ده؟ حاجة بايخة جدا يا ابني. خريج عقوق عين شمس. طب وعاملين فيا كده؟ ده انت راجل عاق يا ابني. ابنك يا ابني. ابنك. مش ابني. مش وريني وريني. اتفضل اهو. انجري مين انجري مين انجري مين انجري مين. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يخليك. لو لاحظت هتلاقي الواد ده دماغه على سوسك. انا دماغي عاديه. دماغك عاديه؟ ايوه عاديه. آه. مش ابني والله يا باشا. مش ابني. انا كنت ماشي في الشارع. مش ابني. مش ابني. اسمعني. طيب اتفضل. انا كنت ماشي في الشارع واحده بقول لها لو سمحت عايز اخرج من المنطقه دي ازاي؟ اغمى عليها. جبتها المستشفى ولدوها. قالوا لي الواد ده ابنك. الواد ده مش ابني. ولدوها. اه ولدوها. في ايه حضرتك؟ في ايه؟ يا ابني انا عارف كل حاجه. فين الدكتور يا ابني؟ الدكتور جاي حالا يا باشا. اه ماشي. اسم الزوجه ايه؟ فاطمة دياس. ايه يا فندم؟ في ايه؟ يلا يا فندم. مش تعترف بالواد يا. اتفضل يا فندم. وريني. اتفضل اهو. هات يا فندم. نادين يا ابن الدكتور المسؤول عن الحالة. حالا يا باشا. يا دكتور. اه فين بطاقتك يا؟ معيش بطاقة. معكش بطاقة؟ معايا بطاقة. معاك بطاقة فين؟ ما انا اديتها لابراهيم. اديتها؟ ايوه اديتها. اديتها. اه فين بطاقتك يا؟ انا معايا بطاقة. يعني منتحل شخصية ابو الواد. مش يا ريت. يا ريت ابقى منتحل شخصية ابوه لان انا مش ابوه. انت ابوه؟ مش ابوه. انت ابوه ولا مش ابوه؟ مش ابوه. مش ابوه. فين البطاقة؟ معيش بطاقة. معاكش بطاقة. بطاقة يعني معاك بطاقة؟ معايا. هي معايا. ويعني ده ابنك؟ ده مش ابني. ابنك. انا معايا بطاقة. معاكش بطاقة. انا معايا. معاك بطاقة؟ اشتري كلب. ده ابنك؟ اشتري كلب. فين؟ في هوهو. بطاقة. في هوهو. في هوهو. اه. اه. انا وريني يا. اتفضل.